اعزائي المشاهدين، احنا دلوقتي موجودين في جورنال سكوير تبع جيرسي سيتي. بيسعدنا ويشرفنا يكون موجود معانا. تعرف بحضرتك. انا اسمي ابراهيم انديل. استاذ ابراهيم، بالك قد ايه هنا في امريكا؟ 28 سنه. في 28 سنه ناس عاشت وناس ماتت وسمعت كتير، وبتعرف ان مصر فيها حاجات كتيره بتغير. اكيد طبعا، واتمنى ذلك طبعا عشان المجتمع بيتغير، والواحد بيتمنى من ربنا تكون بلدنا زي امريكا. صحيح. في التقدم والنظام والضمير، والانسان ياخد حقه، وفي قانون. مفيش بقى عشان خاطري ومعلش والبفلان والباشا في العلان، ما ينفعش. احنا عندنا للاسف يعني انت عشان تعرفني وعندك واسطه انا خلاص كده 100 100. هنا لا، هنا النظام نظام وحقك حقك، ويعني يتمنى طبعا ذلك هناك. واهم شيء يعني التعليم يتغير، والناس تكون عندها رحمه وضمير واخلاق، ويحبوا بعض ويحترموا بعض. هو ده المجتمع ان كويس. المجتمع بيبدا من ايه؟ من المدارس. كده صح وكده غلط، يعني مش صعبه. يعني في الفتره الاخيره كنا بنسمع بعض الشائعات، في ناس بتكون بره مصر، في ناس من خونه كمان بتتكلم على مصر بشكل غير لائق. راي حضرتك ايه؟ والله ده رايي. يعني الناس اللي بتتكلم على مصر كلام وحش، ده غلط. ليه؟ ده برضو مهما كان دي بلدك وانت طالع من مصر، ولازم برضو يعني تحب بلدك يعني شويه. يعني الانسان برضه لازم برضه يعني يبقى عنده الوطنيه وحب البلد مهما كان. يعني انا هنا بقالي 28 سنه، بس برضه مصر ما بتلعب كوره، برضه قلبي مع مصر. ليه برضه يعني الحنين؟ وامي الله يرحمها وابويا مات وكده. يعني اتمنى يعني يكون ربنا وفقنا ونحب بعض ونحترم بعض، والناس يبقى عندها رحمه وضمير. مش كل حاجه الفلوس. من كام يوم كان في حد بيتكلم بشكل غير لائق عن سيادة الرئيس، وبيتكلم عن مصر بشكل عام. تعليق حضرتك. والله انا يعني الحرية في الكلام دي، ما يعني انا بحترم اي حد بيقول رأيه، يعني ده مش حرام ولا عيب، بس طبعا في حدود برضو، عشان ده رئيس برضو ليه برضو كيانه وليه احترامه، لازم برضو بقى فيه ايه ليميت. غير الليميت، فوق الليميت طبعا يعني غلط طبعا. وسيادة الرئيس ما كان ان الشعب كله يعرف ايه اللي هيتم وايه اللي بيتم في الوقت الحالي، ولكن لما يكون حد عايش بره مصر، او حد بنقول بيهرب من ارض المعركه وبيتكلم بشكل غير لائق، او يقول كلام مش يعني ملوش اي علاقه عن الصحه تماما. طبعا يعني ده غلط طبعا. بعدين انا واحد من الناس يعني سياده الرئيس برضه مهما كان برضه بيعمل حاجات كويسه، وبرضه على قد ما يقدر برضه بيصلح، بس اهم شيء الناس تحب بعضيها ويشجعوا الرئيس في اكتر. يعني لازم برضه احنا نوصل بايه؟ لازم يعني نساعدوا بعض ونساعدوا بلدنا ونقف جنب بعض ويبقى في حب. هي دي المجتمع النظيف. فكره ان 30 سنه اصلا ما فيش تعليم في مصر. لا طبعا. فكره ما فيش 30 سنه ما فيهاش اي نوع من الاهتمام بالصحه. لا طبعا. كل ده اتغير في وجود سياده الرئيس. اكيد طبعا. يعني في عهد مبارك كان برضه كانت في ناس برضه يعني للاسف يعني الانسان مش واخد حقه في التعليم وفي الصحه وفي الثقافة، والمجتمع رايح في داهية وكل حاجة صعبة. يعني ده حرام. يعني انت شوف هنا الناس برضو بتاخد حقها يعني بالقانون وحقك، وليك الحكومة بتساعدك لو عيان او معكش فلوس بيساعدوك ويعالجوك. عندنا يعني صعب. بدأت الموضوع دلوقتي عندنا عشان الرئيس عمل برضو التأمين الشامل وكده، يعني دي حاجة كويسة. الواحد بيتمنى من ربنا تكون بلدنا أعظم بلد في العالم، بس بيبدا مننا احنا بعضينا. لازم احترمك وتحترمني، بس مش كميه، مش صعبه يعني، ولا ايه؟ كلامك مظبوط. اخر كلمه ممكن تقولها للشباب اللي بتشوفنا في مصر، وعايزين كلمه لسياده الرئيس. والله يا سياده الرئيس انا اشكره جدا، يعني وشخصيه جميله، وانا يعني بحترمه، وبتمنى من اي شاب اللي هو يشتغل. انا بدات هنا من الصفر وتعبت جدا، بس جاي مش العب، جاي اشتغل. والحمد لله يعني عندي بنتي وجوزتها وعلمتها، والحمد لله عايش ورضا يعني. الحمد لله. بشكرك جدا. انا سعيد جدا بلقائكم والله، وربنا يوفقكم، واتمنى من ربنا قبل ما تقفل معايا يعني تكون مصر احلى من امريكا، بس احنا نبدا بالاحترام وبالذوق وبالضمير بس كده. اتعرف بحضرتك. سمير تدرس. النهارده بنتكلم عن مصر، بنتكلم على اسلوب حياه، بتكلم على ما قبل الثوره وما بعد الثوره، وانت لو انت شايف ان في تغيير او ما فيش، تعليق حضرتك. لا، هو طبعا حصل تغيير، وتغيير كتير.
على الاقل في انجازات حصلت على ارض الواقع، في طرق اتعملت كتيره، في مباني، في المنظمه الاداريه الجديده، كل ده اتعمل. فيعني كل ده بس الناس اللي هي في الطبقات اللي تحت مش حاسه بالانجازات دي، هو كل عايده مش ما عادش عليهم بحاجه. بس احنا برضو هنتكلم على 30 سنه فاتت، هنتكلم على صحه، هنتكلم على تعليم، هنتكلم عن الكهرباء، هنتكلم عن مشروعات، هنتكلم عن طرق. انت شايف ان التغيير ده هو تغيير فعلا ملموس ولا مجرد هنقول كلام اعلام؟ لا، تغيير ملموس، بس الناس عايزه تحس بيه، بس عايز تحس بيه مش اكتر. طب من وجهه نظرك يحسوا بيه ازاي؟ يحسوا بيه ازاي؟ يعني الاسعار بقت مرتفعه جدا بالنسبه للطبقات الوسطى، اللي كان في طبقه وسطى، لكن ما فيش حاليا، تهيألي ان الطبقه الوسطى انتهت في مصر، فالاسعار ارتفعت جدا والناس يعني اقول لك. طب لو اتكلمنا على حد مثلا الناس بتسميه خاين، ان هو بيكون بره مصر وبيتكلم عن مصر بشكل غير لائق، من كام يوم طلع حد يتكلم بشكل مش لطيف عن مصر كلها، وكلم بالتحديد عن سياده الرئيس، تعالي حضرتك. لا، انا ما بايدش حد خارج مصر يتكلم على مصر، عايز يتكلم يتكلم جوه، بس توفر له برضه يعني يقدر يتكلم جوه مصر وبراحته، عشان ما بقاش خايف، عشان ما يطلعش يعمل كده، لان الموجه بتتركب واحد ورا الثاني ورا الثالث. احنا فندم مش ضد سياسه ان احنا نختلف، ولكن نتبع الاسلوب اللياقه حتى في التعامل. سياده الرئيس مثلا بيقول الناس كلهم حاسبوني، يعني شوفوا في تطور، في تغيير، في راي حضرتك. او ماله، زي بعضه لازم يتحاسب، على اساس ان هو برضو ده رئيسنا وكل حاجه، بس هو يعتبر موظف في الدوله، فلازم يتحاسب اي زي اي حد عمل انجاز. ذاتس اوكي، ما عملش نقول له بس خلاص. كلمه للشباب اللي بتشوفنا النهارده، وكلمه لسياده الرئيس. كلمة سيادة الرئيس مرحبا بيه طبعا في أمريكا، والشباب اللي بتشوفنا لهم يعني ياريت يعني ما ينشروش الحاجات الوحشة أو بتاعت مصر كده برا مصر. أنا اسمي جورج شراه، أنا من الإسماعيلية، وكنت مدير شؤون العاملين بهيئة قناة السويس بالإسماعيلية. احنا موجودين هنا في امريكا عشان خاطر كام يوم بتفصلنا عن زيارة سيادة الرئيس لإلقاء الكلمة قدام الجمعية العامة للأمة المتحدة. انا مش هقول لحضرتك عن التغيير او الانجاز، بس هتكلم انت شايف مصر دلوقتي ازاي. مصر اولا ام الدنيا، وبنشكر ربنا ان ربنا بعت لنا سيادة الرئيس فخامة الرئيس السيسي، لانه عمل كل شيء حلو في مصر، عمل كل خير من أجل جميع الناس اللي في مصر، ونجد مصر من الإخوان. هو يعني اللي بعته ربنا في اللحظة الأخيرة إن هو ينجد مصر وينجد شعب مصر وينجد أرض مصر. بارك الله في أرض مصر وشعب مصر، ونشكر جميع الذين جاءوا إلى هنا في نيويورك لتحية الرئيس. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. لو كلمنا على منظومة زي منظومة التعليم، انت شايف ان في تغيير في منظومة التعليم؟ بتكلم عن 30 سنة فاتوا ممكن يكون يكاد ما يكونش فيهم تعليم. اولا دلوقتي التعليم بقى كويس جدا، وكل الناس يعني في القرى وفي النجوع بيتعلموا دلوقتي، وكل الناس بتقرأ وتكتب في مصر، وبنشكر ربنا ان احنا كلنا متعلمين، وبنشكر ربنا كمان مرة تانية بحضور فخامة الرئيس السيسي الى امريكا ونيويورك. كلمه للشباب اللي بتشوفنا دلوقتي، وكلمه لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا بوجه كلمه لشباب مصر واحبائي وابنائي، انا برجو من كل شاب في مصر انه يكد ويكدح ويكسب ويتعلم اي حاجه، اي حرفه، وعشان مصر تترفع من كل شيء. وبوجه كلمه الى فخامه الرئيس السيسي، بنشكر ربنا لوجودك معنا هنا في نيويورك، واهلا وسهلا ومرحبا بيك، واهلا وسهلا بالناس اللي معاك، ومرحبا بيك في ارضك هنا وسط ابنائك المصريين. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. بشكرك جدا. انا متشكر جدا من حضرتك ومن الناس ومن التلفزيون وكل حاجه في مصر. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.